بعد فسخ التعاقد مع ايهاب جلال وفسخ التعاقد مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، كل عشاق الكره المصريه وجمهور النادي الاهلي عايزين يعرفوا بالظبط كده مين خليفه ايهاب جلال ومين خليفه الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بعد رحيله عن النادي الاهلي، وهو ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهارده. وقبل التفاصيل طبعا يا ريت الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو ده، لان اللايك بيخلي الفيديو يظهر لكل الناس اللي عندي، وعلشان كده لازم تعمل لايك. ويلا بينا سريعا كده نروح نشوف مين ابرز المرشحين اللي جزء كبير جدا جدا من المسؤولين في اتحاد الكوره مؤيدين الراي ده وبقوه، وهو تيري هنري لاعب ارسنال الانجليزي السابق. المدرب ده يا جماعه اللي طبعا كان من ضمن الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا في يوم من الايام، وبالتالي هو مرحب جدا بانه يكون هو المدرب بتاع منتخب مصر. تعالوا كده نشوف ايه القصه بالظبط. اولا طبعا وفي البدايه كابتن حازم امام نجم الزمالك السابق وعضو الاتحاد المصري لكره القدم، ومعاه طبعا محمد بركات، لان طبعا جمال علام وبكل المسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم ولوا القصه دي لمين؟ ولوها لحازم امام ومحمد بركات. تعالوا انتوا كده ما دام انتوا اللي كنتوا متعصبين في الاول على ايهاب جلال وانتوا اللي عاملين فيها كده بشوات بمعنى صح، فتعالوا تولوا القصه دي وابداوا ابحثوا عن مدرب جديد، مدرب كده ينفع منتخب مصر ويكون ليه سي في كويس جدا، وهو نفسه يكون شخصيه مميزه وشخصيه كويسه، وبالتالي احنا عايزين مدرب. فانتوا تولوا قصه المدرب الاجنبي. واللي ضايقتني اكتر مش تولوا قصه مدرب، لا الاجنبي، يعني لازم اجنبي، واحنا عندنا ديون حوالي 600 مليون مش عارف ايه، ففي ديون عبيطه في اتحاد الكوره، ولا وعايزين برضو مدرب اجنبي وكمان بنناكف وكمان بنحارب وقصص كتيره جدا. ولكن هو ده اللي حاصل. طبعا من فتره كبيره جدا كان اتكلموا مع هنري ان هو اللي يقود منتخب مصر طبعا بعد هيكتور كوبر، بعد ما مشي من منتخب مصر، الكلام ده تقريبا في كاس العالم 2018 بالفعل هو ده. حصل ان هم بداوا يتكلموا مع تيري هنري، والراجل كان مرحب جدا بالانضمام لمنتخب مصر هو اللي تولى القياده. علشان كده اول حد جه في دماغ حازم امام نجم الزمالك السابق ومحلل اون تايم سبورتس وعضو اتحاد الكره، وهو تيري هنري. علشان كده راح جاي كده وقعد مع بعض الاعضاء في الاتحاد المصري لكره القدم، يا جماعه انا عندي مدرب كويس جدا، عنده سي في كويس جدا، كان في الجهاز الفني بتاع منتخب بلجيكا و و و الى اخره، فايه رايكم؟ بعض الاعضاء موافقين جدا جدا جدا، ومعاه ايضا محمد بركات، وبعض الاعضاء يعني ممكن يوافق ممكن لا، يعني ممكن يوافق ممكن لا، يعني ممكن يجي انا كل الكلام ده انا بقول لك دي كل الديتيلز بتاعت الموضوع، يعني دي كل التفاصيل، علشان كده انا لازم اشرحها لك واحده واحده. فدلوقتي طبعا البعض موافق، وتعالى مثلا الراجل عنده سي في كويس، عنده سي في كويس، طيب يعني كل المؤشرات بتقول ايه؟ يعني واحد يقول لي كده انت عايز تقول لنا ايه من الاخر كده؟ عايز اقول لك ان تيري هنري مرشح وبنسبه 75-80% ان هو اللي يتولى قياده منتخب مصر في الاوانه اللي جايه، يعني في الفتره اللي جايه هتلاقي بالفعل ان تيني هنري ممكن هو اللي يتولى قياده منتخب مصر. دي القصه باختصار بتاعت تيري هنري عفوا، وبالتالي بنسبه كبيره جدا ممكن ينتقل الى المنتخب المصري. اما بقى على رايي انا فانا مش عايز غير حسام حسن، وقلت الكلام ده مره واثنين وثلاثه، ممكن تكون انت مش مقتنع معايا وده حقك بصراحه، لان كل واحد فينا وليه وجهه نظر، لكن احنا في الاتحاد المصري لكره القدم وخصوصا في الفشل اللي بيمر به الاتحاد المصري لكره القدم في الوقت الحالي، اقول لك يا سيدي باختصار كده لا يصلح احد مثل ما يصلح حسام حسن نجم منتخب مصر السابق والاهلي والزمالك السابق. المدرب ده يا جماعه اللي يعني لبعض الناس ممكن تكون مش فاهماه، يعني كل الناس دلوقتي بتقول لك حسام حسن ما ينفعش، طب ما ينفعش ليه؟ عصبي ممكن يعمل لنا مشكله ويعمل لنا فضيحه، طب ما كيروش كان بيعمل 500 مشكله، انت كيروش عندك في كل المباريات كان بيعمل مشاكل، طب انت موافق على كيروش ولا؟ هتلاقي الناس دي بتقول لك موافقين على كيروش ويا ريت كيروش ما مشي. طب يا سيدي انا مش هختلف معاك في الكلام ده كله، ولكن انا ماليش ان انا اقول لك مين او مش مين، ولكن انا بقول لك وجهه نظري فقط لا غير، يعني انا ماليش ان انا اقنعك بوجهه نظري، انت ليك وجهه نظر وتقدر تشوفها زي ما انت عايز، يعني كيفما شئت براحتك انت عيش فيها زي ما انت عايز. ولكن حسام حسن اللي انتم ما تعرفوهوش او عفوا اللي حضراتكم تعرفوه اكيد بالطبع مش هيسمع لحد، وفي وسط الفشل اللي بيمر بيه الاتحاد المصري لكرة القدم لازم تجيب واحد ما يسمعش لحد، لازم تجيب واحد هو شاطر ورايه اصلا هو صح ويمشي رايه زي حسام حسن. يعني حسام حسن في الجهاز المعاون مش هيسمح لاي حد يتدخل في الموضوع على الاطلاق. حسام حسن في اختيار اللعيبه ايضا مش هيسمح لاي حد حتى الجهاز اللي معاه انه يتدخل في اختيار اللعيبه، هو اللي هيختارهم وهيجيبهم على الفرازه. فلما تيجي تتكلم عن حسام حسن هقول لك شخصيه واقفه على الخط ترعب اي لاعب اذا كان موجود على الدكه، لو انا نزلت لازم اكل النجيله دي بسناني علشان اثبت وجودي.
لاعب في الملعب لازم اكل النجيله باسناني علشان اثبت وجودي قدام الراجل ده، لان الراجل ده صعب والراجل ده مرعب، فالطبيعي جدا ان انا هجتهد. اللعيبه مستهتره عندنا، واكبر دليل مباراه اثيوبيا. مباراه اثيوبيا القيمه التسويقيه، وقلت الكلام ده ان هم 1 مليون يورو، احنا القيمه التسويقيه بتاعتنا 161 مليون يورو. انتوا عارفين يعني ايه 161 مليون يورو؟ يعني هم الواحد وال160 دول فوقيه. يعني انت بتتكلم في قصه كبيره جدا. فاستهتار اللعيبه، حتى اللعيبه يعني تقول لي مثلا ارهاق، طب اللعيبه اللي نزلت في التغييرات عملت ايه؟ ما ضافتش اي حاجه، ده كانت اسوء من اللعيبه اللي كانت بتلعب. وبالتالي مش قصه ملعب ولا قصه ارهاق ولا قصه مش عارف ايه ولا الكلام ده كله، القصه قصه استهتار لعيبه. انت بتلعب منتخب حسست نفسك ان هو متعالي عليك، وحسست نفسك ان انت بتلعب مثلا ايطاليا، فلا انت بتتكلم في قصه كبيره جدا. ولكن ارجع اقول لكم انا من وجهه نظري، وهو حسام حسن. يلا بينا بقى نروح لبيتسو موسيماني وقصه بيتسو موسيماني ورحيله بعد خلاص كده ما الموضوع انتهى يا جماعه. وهو بالفعل تم فسخ التعاقد معاه بالتراضي، وهو على فكره اللي اختار بالمناسبه يا جماعه، هو اللي قال لهم يا جماعه انا مش هكمل في الفريق وبالتالي خلاص انا عايز امشي. فالموضوع خلص بعد طبعا ما قال الاهلي، قال له خلاص هنقعد فتره مع بعض وهتكمل معانا، قال لهم لا انا مش عايز استقر. وكويس جدا جدا الفتره اللي انا عدتها معاكم في الفتره اللي فاتت، يعني الفتره الماضيه هي كويسه على الاطلاق، وكده يبقى كل حاجه على ما يرام. يعني خلاص يا موسيماني انت هتمشي مش هتكمل، قال لهم خلاص. فطبعا المسؤولين في النادي الاهلي رحبوا جدا براي موسيماني وبقراره، وقال له خلاص ما فيش اي مشكله. طيب بعض الاسماء المرشحه والكلام ده من كام يوم، يعني مش من دلوقتي بس، ومرشحه بقوه يعني غريبه بصراحه في الوقت الحالي، وهو كارلوس كيروش. يعني بعض المصادر بتقول لك ان النادي الاهلي عايز ياخد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري السابق علشان هو اللي يتولى قياده الفريق الاول بالنادي الاهلي. انا عندي معلومه اساسيه بخصوص الموضوع ده، ما اقدرش اقول لك معلومه اساسيه عند في الموضوع ده، لان فسخ التعاقد لسه اللي تم في الوقت الحالي انا بصور فيه الفيديو، فما فيش اي مدرب دلوقتي غير كيروش هو اللي كان الكلام عليه قبل بعد الازمه بتاعه موسيماني ونهائي دوري ابطال افريقيا ومش عارف ايه والكلام ده. فكل التفاصيل دي كانوا بيتكلموا، او كل الوقت ده كانوا بيتكلموا فيه اكتر حد او اكتر اسم مرشح كان كارلوس كيروش. فكارلوس كيروش هيجي ما اقدرش اديك معلومه، مش هيجي ايضا ما اقدرش اديك معلومه، ولكن هو ده ابرز الاسماء المرشحه وبقوه لتولي الفريق الاول بالنادي الاهلي. الناس اللي متضايقه على فكره موسيماني يا جماعه، موسيماني خلص كل حاجه عنده، موسيماني مش هيضيف لك اي حاجه على الاطلاق زي الفتره اللي فاتت، يعني ساعه ما جه وجاب لك كام بطوله ورا بعضيهم، هو ده موسيماني خلاص كده هو انتهى. انت وقفت نفسك عند فتره زمنيه وشايف ان هو حقق لك بطولات، فخلاص. انا بكلم انا ولا بشجع اهلي ولا بشجع الزمالك، ولكن انا بكلم جمهور النادي الاهلي دلوقتي اللي متمسك بموسيماني. موسيماني يا جماعه جاب لك بطولات وكل حاجه، انا وانت ما نقدرش ننكر ده على الاطلاق، ولكن اللي نقدر نقوله ونتكلم فيه بكل صدق وصراحه ان موسيماني حقق لك بطولات، بس موسيماني جاب اخره، جاب اخره بمعنى ان هو مش هيضيف لك اي حاجه ثانيه، وبالتالي بناء عليه ان هو مش هيضيف لك حاجه ثانيه، يبقى انت تفكر في مدرب جديد ثاني هو اللي يتولى الفريق، وموسيماني خلاص كده يرحل. يعني رحيل موسيماني صحيح من وجهه نظرك يا عم احمد، اقول لك صحيح بنسبه 100% خصوصا في الوقت الحالي، لان موسيماني خلاص بدات تبقى فيه لخبطه وفيه ضجه كبيره جدا وفي ازمات بينه وما بين المدربين اعضاء عفوا اداره النادي الاهلي، وبالتالي الموضوع كل ما جاي فيه مشاكل، فلا كده انه يمشي من النادي الاهلي ده اعتقد ان هو هيكون قرار صحيح بنسبه 100% في الوقت الحالي. ده كان الفيديو باختصار، يا ريت الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو ده.